لكل الصبايا اللي عندهم نحافة بمنطقة تحت الخد وحابة تعمل وشها بشكل أوسع، تمرين رائع من مارسه كل يوم ورح تكون النتائج روعة. ليتس جو. يسعد اوقاتكم احبتي، بتمنى تكونوا بصحه وخير وسلامه. اللي عم بتابعني اول مره معكم لبينا رحي حاصل على درجه الدكتوراه بالكيمياء التحليليه، خبيره التغذيه العلاجيه وبلوجيا الشيخوخه وجمال السيده بعد الأربعين. اليوم للسيدات وللصبايا حتى نحسن مظهر الوجه ويكون اكثر امتلاء، يعني علاج النحافه بالوجه. التمرين كتير سهل، رح يعتمد على العضلات الداخلية للخد، رح نعملهم دفش إلى الخارج. هذه العملية رح تشدلي الخد من منطقة العلوية والمنطقة السفلية. مثل ما كنا ملاحظين اتجاه الخطوط وشد الوجه رح يكون إلى الخارج من خلال تطبيق هذا التمرين، والنتيجة راح تكون امتلاء الوجه من قليل النحافة إلى أكثر امتلاء. أكيد صرتم متشوقين حتى نطبق التمرين. التمرين مثل ما خبرتكم راح يعتمد على المنطقة الداخلية، لكن يفضل الترطيب لأنه نحن عم نعمل تمدد للمنطقة الخارجية، فإذا كانت مرطبة راح تكون النتيجة أفضل وقليلة التجاعيد. تمرين كتير بسيط، رح نعبي تمنا هواء ورح ننفخ المنطقة اللي موجودة هون. يطبق 30 ثانية ما أكثر من هيك. النقطة الثانية اللي حابة تضيفها إنه الغذاء لازم يكون غذائنا صحي غني بالأغذية الجنينية والخضار والفواكه حتى نحن نصنع الكولاجين بوشنا ويكون وشنا أكثر مرونة. صبايا، بتمنى يكون فكرة فيديو اليوم هي فكرة بسيطة لكن النتيجة روعة. بتمنى تشاركونا نتائج اليوغا على وشكم حتى نبرزها وتكون رسالتنا لكل السيدات، نحن أجمل مع بعض. ومن رسائلكم صبية عم بتقلي عايزة أقولك إنه بقالي 10 أيام بعمل تمارين رفع الجفن للعين وحاسة بتحسن، كنت خلاص بفكر بعملية بجد. شكرا لحضرتك، الشكر لكم، وانتو روح الصفحة ما تنسونا